سعيد من مصر بارك الله فيه يقول ما حكم الحكم على الشخص المعين بالكفر او الفسق؟ سعيد من مصر بارك الله فيك القاعده الشرعيه عند اهل السنه والجماعه عدم الحكم على المعين بالكفر الا من حكم الله عليه سبحانه وتعالى او حكم عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك احيانا قد يرتكب المسلم ما يكفر به ولا يكفر وسبب ذلك وجود موانع، وجود موانع اما الاكراه مثلا واما الجهل واما التاويل كما ذكر ذلك اهل العلم، ولذلك اخي الفاضل اشكرك على هذا السؤال وانبه اخواني واخواتي بالحذر من اطلاق التكفير على الناس، يتقون الله عز وجل في ذلك ويخافون ايضا من الله لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فكلمه خطيره ولذلك الانسان يجب عليه ان لا يلجا الى مثل هذه الاحكام على الاخرين وعليه ان يخاف ان تعود هذه الكلمه عليه اذا كان من اطلقت عليه لا يستحق هذه الكلمه واحيانا مثل ما ذكرت انا قبل قليل احيانا يفعل الانسان فعلا هو كفر في الظاهر لكنه لا يكفر او يقول قول مثلا هو كفر في الظاهر لكن لا يكفر بمعنى انه احيانا الفعل كفر لكن الفاعل غير كافر، القول كفر لكن القائل غير كافر، ما هو السبب؟ السبب وجود موانع او عدم توفر الشروط ايضا ولاجل هذا مسائل التكفير لا يتكلم فيها الا خواص اهل العلم خواص اهل العلم وليست هي يعني مرتع مباح لكل احد ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من اطلاق كلمه الكفر على المسلمين كذلك الفسق عندك يا اخي الفاضل الكفر التكفير والتبديع والتفسيق بابهما واحد فاذا قلنا في هذه نقول في هذه ايضا فلذلك يحذر المسلم من هذا ولاجل هذا نجد الفقهاء يحيلون مسائل التكفير الى القضاه الى القاضي لماذا لأن يعني هذه يترتب عليه أحكام خاصة وأحكام عامة وأشياء كثيرة ويحتاج أيضا إلى استفصال ويعني استفسار واستيضاح عن ما هو المهيج والدافع والسبب الذي جعله يقول كلمة الكفر فأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين